بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم حنتحدث في آخر محاضرة عن الجوجل سكولار وكيف إحنا ممكن يعني نحصل على أفضل النتائج في عملية البحث عن scientific articles، واللي هي طبعا بتهم الباحثين المتخصصين درسة وطلبة الدراسات العليا. طيب إحنا هنا وقفنا في المحاضرة السابقة عند هذه الشريحة، وهذه الشريحة بتقول لي search of top articles in top journals، كيف إن أنا أبحث عن أفضل الارتكلز في أفضل المجلات العلمية، أفضل الارتكلز في أفضل المجلات العلمية. بيقول لي هنا جوجل سكولار can help you to find top articles in top journal within your field، بيساعدك إنه أنت تحصل على أفضل الأبحاث العلمية في أفضل المجلات في المجال اللي أنت متخصص فيه. بقول لك هنا go to metrics، روح على metrics الآن حنبين الأمر هذا، and you will find top journals in many categories، هتلاقي عند metrics في الأيقونة metrics على يسار صفحة جوجل سكولار، هلاقي إن هتلاقي عندك جايب لك top journals في many categories في العديد من التصنيفات. You will find subcategories also، هتلاقي مع الكاتيجوريز subcategories ايضا، يعني في كاتيجوري مثلا في المجال الطبي والصحه العامه هتلاقي تحت المجال الطبي في تخصصات مختلفه زي القلب والامراض المناعه وما الى ذلك. بقول لي copy the name of the top journal، لما انت تحدد التوب journals بناء على الكاتيجوريز والsubcategories بتختار المجله اللي هي بالنسبه لك توب journal، and then go back to advanced search، ترجع تاني لأدفانس سيرش زي ما فرجيناك في المحاضرة السابقة، وبتختار البحث ضمن يكون محدد في التوب جيرنالز اللي انت حددتها من وراء اللي هي الميتريكس، صفحة الميتريكس. To restrict your search for only this journal، عشان بس تحدد تقول له انا بدي ابحث في المجلة الفلانية بالاسم اللي هي طبعا انت اخترتها من صفحة الميتريكس على اساس ان هي توب جيرنال. You will get the top articles in the top journal. طيب ممتاز. الآن بقول لي هنا يعني قبل ما نروح على صفحة الميتريكس في شغلة بدنا نوضحها غاية في الأهمية عشان نفهم الموضوع التوب journals وعلى أي أساس هو بصنف التوب journals وعلى أي أساس هو بصنف التوب articles. إحنا حكينا في محاضرات سابقة قلنا إنه المجلات يتم تصنيفها ووضعها ضمن رانكس على أساس أكثر من طريقة، وإحنا شرحنا طريقة الإمباكت فاكتور وفصلنا فيها كتير وبينا لك كيف إنه المؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر بتتم حساب الإمباكت فاكتور لهذه الجيرنالز. لكن في الحقيقة حكينا قلنا أيضا إنه الإمباكت فاكتور وقتها إنه فيه له أدفانتجز وديس أدفانتجز. في اندكس جديد، هو مش جديد كتير يعني لكن احدث من الامباكت فاكتورز، وهذا الاتش اندكس اسمه الاتش اندكس، جوجل سكولار بيعتمده في تصنيفه للجيرنالز وتصنيفه للاوثرز وتصنيفه للارتكلز، فيكاد يكون الاتش اندكس هو يعني الاساس في تصنيف الجوجل سكولار لهذه المجلات ولهذه وللاوثرز ايضا، لان هو ينطبق تصنيف هذا التصنيف الاتش اندكس ينطبق على الاوثر وينطبق على الجيرنال. طيب خلينا احنا نشرح الان ايش هو الاتش اندكس عشان نفهمه، على اساس لما هو في جوجل سكولار الان لما نضرب امثله نفهم هو ايش يعني الارقام اللي بديني اياها الاتش اندكس. بقول لي الاتش اندكس الاتش اندكس كابتشر research output based on the total number of publication، والـ H index بيجيب لك الـ research output من الخلاصة والناتج البحث العلمي معتمدا على total number of publications. total number of publications، total number of publications لمين؟ إما للأوثر أو للجينال حسب أنت مين بدك، أنت بدك تصنيف مين، بدك تصنيف الأوثر ولا بدك تصنيف الجينال. إحنا هنا مش هنهتم في الاوثر، هنهتم في الجيرنالز. طيب الان احنا خلينا نتكلم عن الجيرنال، فبقول لي هنا
based on the total number of publication للجيرنال للجيرنالز and total في نفس الوقت total number of citations to those works. اذا احنا بدنا الاتش اندكس. الاتش اندكس بيرتبط على حاجتين, التوتال نمبر اوف بابليكيشن, توتال نمبر اوف بابليكيشن وعدد السيتيشنز لهذه البابليكيشنز. التوتال نمبر للبابليكيشن وعدد السيتيشنز لهذا لهذه البابليكيشنز. طيب providing focused snapshot of an individual's research performance, وبالتالي بالطريقة هذه هو بيسلط الضوء بطريقة متخصصة وبطريقة دقيقة على الأداء الفردي للأوثرز أو للمجلات. طيب كيف هو بيشتغل الأتش إندكس؟ بالمثال إن شاء الله حيوضح الموضوع. بقول لي suppose a researcher has 15 publications. نفترض الآن إنه في عندي أوثر أو مجلة نفس الشيء طلع لي 15 publication, نشر 15 publication يعني 15 scientific articles. طيب if 10 of these publications are cited at least 10 times by other researchers, H index of the scientist is 10. الآن هو بقول لي إذا كان الباحث أو مجلة نشرت 15 بحث, من ال 15 بحث في 10 أبحاث تم عمل citations إلهم 10 مرات على الأقل لكل واحد. أنا بقول لي if 10 of these publications, 10 من publications اللي هم من أصل 15 are cited at least 10 times by other researchers, كل واحد من العشرة تم عمل citations على الأقل 10 times, ال H index بيكون في هذه الحالة للمجلة أو للأوثر أو للعالم ال H index يساوي 10. طيب indicating that, هذا يعني the other 5 publications may have less than 10 citations. ماذا يعني ذلك؟ معنى يعني ذلك أنه في خمسة اللي ضلوا, الخمسة هذول كان عدد السيتيشنز إلهم أقل من 10. طيب إيش سوى؟ ما دخلتهمش في الحساب. الخمسة التانيين اللي فضلوا مع 10 ما دخلوش في الحساب. إذن هم أنا إيش دخلت في الحساب؟ دخلت في الحساب ال 10 articles كل واحد منهم على الأقل كان له 10 citations. الآن هتقول إيش معنى 10 وهنا 10؟ هذا هو الاتش اندكس. اذا الاتش اندكس بيقول لك عدد, بديك العدد الاقصى من الساينتفك ارتكلز اللي تم نشرها, بس بشرط هذا العدد الاقصى عدد يكون كل واحد من هذه الببليكيشنز او الارتكلز اللي تم نشرها تم عمل سايتيشنز له بعدد يساوي هذا العدد الاصلي. فاذا انت بدك تحكي عن 6 ببليكيشنز والستة publications هذولا على الأقل كل واحد فيهم تم عمل citations إلهم 6 مرات, يبقى الـ H index في الحالة هذه بيكون يساوي 6. طيب فلازم يكون الأرقام تساوي. بتحكي عن 20 معناته لازم يكون الـ H index 20 معناته في عندي 20 articles كل واحد منهم تم عمل citations إله على الأقل 20 مرة. هذا المعنى تبع الـ H index. طب افرض انه هو كان ناشر اكثر. طب افرض ال 20 اللي انا قلت اتش اندكس, طب هو طلعت لقيت ناشر 30, بكون ال 10 اللي هو نشرها, ال 10 اللي هو ال 10 اللي احنا ما دخلناش في الحساب, بتكون عدد السيتيشنز اقل من ال 20 وبالتالي ما دخلناش في الحساب. طيب if one of these 10, هذه ملاحظات مهمه, if one of these 10 out of 15 من ال 15 publication receives let us say 100 citations, ال H index still remain 10. وهذا الكلام صحيح. هو بيقول لي طب افرض انه من ال 10 اللي انت هذول حسبتهم, هذول احنا قلنا ال 10 publications كل واحد من ال 10 على الاقل صار له citation, على الاقل صار له citations 10 مرات. طيب افرض انه واحد منهم من العشر هذولا صار له citations 100 مرة citations. طيب ايش يعني ذلك؟ لا يعني ذلك الا انه بيبقى ال H index بضل 10. ليش؟ لانه احنا قلنا انه عندي 10 citations
على الأقل 10 مرات، على الأقل 10 مرات. لو في واحد منهم كان أقل من 10 معناته ما بيصيرش الاندكس 10، بيصير رقم تاني أقل من 10. طيب افرض إنه أكتر من 10، خلاص هو إحنا قلنا على الأقل 10، فهو لو كان 20 ما هو من 10، لو كان 30 برضو 10. المهم إنه أنا 10 journals، 10 publications، 10 هدول كل واحد فيهم على الأقل 10 مرات. فلو كان في واحد منهم 100 مرة، 200 مرة، 300 مرة، برضو حيضل الاندكس 10. طيب بقول لي if each of these 15 papers receive 10 citations، طيب the H index is again only 10، حيضلوا برضو 10. ليش؟ لأنه إحنا الشرط قلنا في الH index إنه لازم يكون الرقم المنشور كل واحد من البيبرز يكون صار له citations نفس الرقم المنشور اللي هنا. طيب أنا نشرت 15، كل واحد من ال 15 صار له citations 10 مرات، ما بنفعش أقول 15. ليش؟ لأنه الشرط يكون عندك بدك تقول 15، لازم ال 15 يكون صار لكل واحد على الأقل 15 مرة. طب الكلام هذا ما صارش، يبقى برجع بقول يبقى ال 15 هذول أقل واحد فيهم قديش 10 مرات، يبقى أنت في عندك 10 صار لهم citations 10، فبالتالي أنت عندك ال H index برضو بضل 10، وبالتالي هنا الخمسة اللي الباقيين من العشرة خرجوا من حساب ال H index، والميت citations اللي ضمن العشرة برضو ما دخلوش في الحساب، لأن احنا قلنا ال H index بيقول إذا أنت بتتكلم عن 10 publications شرط يكون كل واحد منهم صار له 10 citations. الـ H index will reach 15. وقتش طب وصل بده وصل الـ 15؟ لما كل واحد من الـ 15 صار له citations على الأقل 15 مرة، على الأقل 15. فإذا أنت بدك تقول أنا بدي أرفع الرقم عندي لـ 15 وأنا عندي 15، بنقول لك ماشي ال 15 publications اللي عندك عشان انت تدخلهم ك 15 في ال H index اللي هنا، لازم يكون كل واحد من ال 15 صار له citations 15 مرة. بس انا لقيت انه 10، طيب اللي انا لقيت منهم ال 15 ما فيش كل، مش كل واحد منهم 15 مرة، في اللي 7 وفي اللي 5 وفي اللي 10، وبالتالي اقل واحد فيهم كان هو 10، وبالتالي انا قلت 10 هم 10، اللي أقل واحد فيهم 10 يبدأ هو الاندكس تبع 10. طيب إذا بيقول لي هنا therefore to calculate the H index of scientist، إذا بدك تحسب ال H index ل scientist أو ل journal، ما عليك إلا إنك تسوي كالتالي: find the citations of each publication، هات ال publications تبعونه وشوف كل publication منهم قديش صار له citations، ورتبهم ترتيب تنازلي، يعني من الأعلى فالأقل، من الأعلى فالأقل، rank them according to the number of citations received، بترتبهم بتشوف مين أول البيبر الأولاني بياخذ رقم واحد اللي هو اللي صار له citations مثلا 30 مرة، طيب البيبر الثاني صار له مثلا 25 مرة بتحطه تحتيه، طب البيبر الثالث صار مثلا 23 بتحطه تحتيه، فبترتب في عمود، بترتب في عمود الـ 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 الابحاث العلميه اللي سواها الساينتست او اللي نشرتها المجله بناء على ترتيب اللي هو السيتيشنز. طيب رتبته خلصت، اند ايدنتيفاي ذا فيرست اتش، هات اول اتش بابليكيشنز، كانوا الاتش هنا ممكن يكون 5 6 10 قد ما يكون، مالهم هدول الـ H publications having at least H citations، يعني بدك تدور مين من الـ publications هدول بتمشي يكون على الأقل انتشر نفس ترتيبه. فإنت إذا كانت رحت على الـ publication السادس ولقيته إنه هو تم عمل citation إله على الأقل 6 مرات، بكون هذا ممتاز. بس طيب في أكتر منه، شوف إذا كان لقيت السابع، إذا السابع اللي بعديه شرط يكون 7 مرات، ما لقيتش 7 مرات يبقى ارجع للستة، وهكذا. طيب بقول لي to have reasonably good H index it is not sufficient to have a few publications with hundreds of citations. طبعا هنا هو بيقول نصيحة، إذا بدك أنت تحصل على H index محترم، إذا بدك تحصل على H index محترم، لابد أن يكون أنت عندك عدد كافي من البابليكيشنز، من البابليكيشنز اللي هم إلهم citations كتير.
لا يكفي ان يكون عندك few publications with hundreds of citations. طبعا هذا كلام مظبوط. ليش؟ لانه لو كان عندي في الخمس سنين السابقة ثلاثة publications وكل publication كان عندي اخذ يا سيدي 100 citations، قديش الاتش اندكس حيكون ثلاثة؟ ليش؟ لانه حسب التعريف انه الثلاثة على الاقل عندهم ثلاثة citations، فانت عندك 300 او كل واحد اخذ 100 بقول لك مش مشكلة، بس احنا بندور على الاقل. وبالتالي الباحثين اللي عندهم عدد قليل من البابليكيشنز لكن عندهم سايتيشنز عالي هيكون الاتش اندكس طبعا بالتاكيد منخفض، لانه كل ما زود البابليكيشنز وزاد السايتيشنز انت بتحصل على اتش اندكس عالي. وهذا الكلام منطقي ومش ظالم لتصنيف الباحثين او تصنيف المجلات. ليش؟ لانه الباحث القوي والمجله القويه هي المجلة التي تنشر أبحاث علمية كثيرة وفي نفس الوقت citations كثير، مش أنشر أبحاث قليلة بcitations كثير، لا هذا مش حينفع. طيب the use of H index aim at identifying researchers with more paper and relevant impact over a period of time. كل ما زاد الوقت مع الباحث أو المجلة كل بالتأكيد بصار في citations أكثر. فأنت لما تنشر بيبر اليوم وبعد 6 شهور تلاقي مثلا 3 citations، من المتوقع أنه أنت بعد سنة تلاقيه أكثر، وبالتالي citations بيزيد، وبالتالي هذا الفرصة أن يكون عندك الـ H index يرتفع بكون أكثر. طيب بقول هنا to manually calculate your H index، إذا أنت باحث أو بدك تشوف لمجلة بقول لك organize articles in descending order، رتب الابحاث بطريقه الديسنتك تنازلي من الاعلى فالاقل بيزد اون. طب بناء على الاقل بناء على ايش؟ بناء على السيتيشنز لكل واحد. فاللي على راس الهرم بيكون قاعد مين؟ بيكون قاعد البحث العلمي اللي حصل على اعلى سيتيشنز. طب واللي تحتي بيكون الاقل منه سيتيشن. طب واللي تحتي الاقل فالاقل الى انك انت تصل لايه؟ لاخر سيتيشن، لاخر بحث علمي نشره هذا الرجل أو المجلة. طيب بقول هنا in the below example، في هذا الإكزامبل هنا هذا بوضح الموضوع بشكل جيد وممتاز. The below example an author has 8 papers that have been cited. في عنا إحنا مجلة أو author عالم نشر 8 papers، نشر 8 papers. طيب هاي 8 واحد صنفناهم 1 2 3 رقمناهم 1 2 3 حتى 8 عندي هنا رقمناهم 8. طيب الان السيتيشنز هي رتبناهم ترتيب تنازلي الاعلى فالاقل فالاقل. الارتكل اللي حصل على نمره 1 كان هو ترتيب حصل على سيتيشنز 33 مره. طيب واللي اخذ رقم 2 في الترتيب كان 30. طب والثلاثه 20 والاربعه 15 والخمسه 7 والسته اخذ 6. طيب والسابع أخذ 5 citations. طب والثامن أخذ 4 citations. ممتاز. الآن أنا إيش بسوي؟ بقول تعريف الـ H index اللي هو العدد الأقصى من الـ articles اللي كل واحد فيهم أخذ نفس عددهم في الـ citations. طيب تعال خلينا نقول نشوف هنا. طب لو أنا بدي أقول الـ citations الـ H index تبعه 1 معناته هو نشر 1 على الأقل مرة، بنقول ماشي بس هذا مش اعلى عدد، مش الماكسيمم نمبر. طيب بنقول طيب ماشي مش الماكسيمم نمبر. طيب نيجي لاثنين، هل هنا بيجوز ان انا اقول الاتش اندكس 2؟ بنقول لك هنا 2 على الاقل 2 ماشي، بس هنا في اكثر من كده. ليش؟ لانه في عندك الثلاثه على الاقل 3 مرات، هنا على الاقل 20 مره، فلا ممكن تزود. فبننزل للثلاثه بنلاقي انه الثالث انتشر اكثر من 3 مرات اللي هو 20. طب نروح للرابع، احنا قاعدين بنرتفع بالاتش اندكس. طب الرابع على الاقل 4 مرات، هذا 15 مره. طب الخامس على الاقل 5 مرات، هذا 7 مرات. طب السادس على الاقل 6 مرات، هيو 6 مرات. طب السابع على الاقل 7 مرات، هذا 5، يبقى ما باخدش السابع، ما باخدش الاتش اندكس 7. ليش؟ لانه المفروض اذا انا باخد اتش اندكس 7 المفروض يكون انا عندي 7 معناته السيتيشنز على الاقل 7. يبقى مين اللي عندي الرقم اللي عندي انا بعتمده؟ انه رقم 6. ليش؟ انا عندي 6 articles، هي 1 2 3 4 5 6
كل واحد فيهم، كل واحد فيهم على الأقل 6 مرات. إذا هذا 6، هذا 7 15 20 30 3، يبقى الآن لما أنا بقول للزلمة هذا أو للجيرنال هذا اللي نشر الأرتيكلز هذا الاتش اندكس تبعه 6. ليش يا عم الاتش اندكس تبعه 6؟ لأنه هو نشر في 6 مقالات نشرها، كل واحد منهم من الستة هذولا على الأقل صار له سايتيشن 6 مرات. طب ليش ما خدتش السابع؟ لأنه هذا انتشر 5 مرات، ما بنفعش، لازم يكون 7 مرات. طب ليش ما خدتش الثامن؟ لأنه لازم يكون 8 مرات. فلاحظوا أنه كل ما زاد، لو أنا بدأت 8 لازم يكون 8 مرات. فبكون الاتش اندكس هنا بكون راقي جدا، معناته لما يكون الاتش اندكس عالي معناته فعلا الراجل هذا تعبان على حاله والمجلة هذه مجلة محترمة. فهذا اللي هي طريقة حساب الاتش اندكس. طيب ممتاز. يقول لي هنا الآن لما أنا طلعت الراجل هذا الاتش اندكس 6، بقول لي هنا ماذا يعني ذلك؟ لما أنا بقول إنه البيب الجيرنال أو الساينتست اللي بنتكلم عنه إنه هو عنده اتش اندكس 6، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك قال لي الـ H index of 6 means that this author، هذا الكاتب أو هذه المجلة، has published، نشر at least 6، مش 6 فقط، at least 6، على الأقل 6 papers. كل paper من هذه papers صار لها citation 6 مرات. كل paper من هذه papers صار لها 6 مرات. بالتالي أنا بقول H6 H index 6 معناته هو على الأقل، وممكن يكون نشر أكثر عدد لكن السيتيشنز هو رقم 6، على الأقل هو نشر 6 papers. كل paper من هذه papers received at least 6 citations. يبقى معناته لما أنا بتكلم عن H index مثلا 12، بقول هذه المجلة نشرت على الأقل 12 papers. كل paper من 12 تم عمل citations له، received 12 citation لكل واحد منهم، هذا معنات الـ H index. طيب الآن نرجع هنا لنطبق المثال ونشوف إيش ممكن إحنا نلاقي. نرجع للمثال تبعنا هنا، أنا معني بالdiarrheal diseases in children. طيب ممتاز. أنا بدي أشوف، قلنا بدي أشوف top article in top journal. طيب بنروح على المنيو وبنروح على ميتريكس هنا وبضغط عليها. الآن طلع لي هنا هو إيش؟ طلع لي التوب جيرنالز العالمية اللي هم جوجل سكولار شايفها إنها مجلات محترمة. لكن هنا أنا جاي لي كاتيجوريز، هذه المجلات في شتى العلوم الهندسية والفيزيائية والكيميائية والطبية وما إلى ذلك. الآن أنا بدي أروح التصنيف اللي هو بخصني، اللي بخص تخصصي. أنا التصنيف تبعي مش بيزنس ولا كيميكال ولا إنجينيريك، أنا أقرب إشي إلي اللي هو الهيلث أند ميديكال ساينسز، بحكم إن إحنا تخصص التحاليل الطبية فبختار الهيلث أند ميديكال ساينسز. الآن طلع لي هنا هو 20 أفضل 20 مجلة دولية في مجال الهيلث أند ميديكال ساينسز، في مجال الهيلث أند ميديكال ساينسز أفضل إشي. لكن أنا الهيلث اند ميديكال ساينسز هذا يعني عنوان عريض برضو، فانا بدي اختار التخصص تبعي اللي هو يندرج تحت اللي هو ايه الهيلث اند ميديكال ساينسز، فبروح لسب كاتيجوريز. الان في السب كاتيجوريز انت تختار من كل اللي انت شايفه هنا، بدك تختار المجال والبرانش تبعك. هل انت في الفيرولوجي؟ هل انت في التوكسيكولوجي، سيرجري، سوشيال فيسيولوجي، اوبيسيتي، اونكولوجي؟ احنا غالبا يعني بالنسبه للتخصص اللي هو تخصص تحاليل الطبيه اللي هو بايوميديكال تكنولوجي مثلا، البايوميديكال تكنولوجي، فانا بدي اختار البايوميديكال تكنولوجي. فالان صار عندي انا عندي هيلث اند ميديكال ساينسز اللي هو الكاتيجوري، سب كاتيجوري اللي هو البايوميديكال ساينسز بايوميديكال تكنولوجي. الان هو ايش جاب لي؟ جاب لي افضل 20 مجله، افضل 20 مجله تتكلم عن البيوميديكال تكنولوجي التحاليل الطبية، مصنفة هنا الأفضل ثم الأقل ثم الأقل ثم الأقل. فبالتالي أنا بطلع هنا على مجلة مثلا زي البيوماتيريالز، بلاقي أنه مصنف لي إياها هو الجوجل سكولار أفضل مجلة عالميا في مجال التحاليل الطبية. هذه المجلات اللي هم المجلات اللي بتربعوا على عرش الأبحاث اللي بتخص التحاليل الطبية. طيب لاحظ هنا عاد ليش هو صنفها، هو جايب لك قال لك انا
عامل هنا H5 index و H5 medium. طيب احنا تو شرحنا قلنا ايش معنات H index لكن ما شرحناش ايش يعني H5 index. نفس التعريف، هي نفس التعريف ونفس المفهوم، اللهم انه بيتكلم هنا هذا التعريف بيتكلم على 5 سنين سابقة. فلما انا بقول ال H index هذا معناته الابحاث العلمية، عدد الابحاث العلمية، لما انا بقول H index يساوي 6 فبقول انه المجلة هذه نشرت على الاقل 6 ابحاث، نشرت على الاقل 6 ابحاث، كل بحث تم عمل citations له 6 مرات، H 5 بتقول لك هذا الكلام في 5 سنين السابقة، ما سيبتهاش مفتوحة. وبالتالي هذا التصنيف، هذا التصنيف اللي هنا، هذا التصنيف للخمس سنين السابقة. طيب كمان سنتين يمكن يتغير التصنيف، ممكن مثلا الـ IEE. الآن إحنا في هذا الوقت اللي إحنا بنتكلم فيه البيوماتيريالز هي حصلت على التصنيف وفق آخر 5 سنين. طب بناء على إيش؟ بناء على نفس التعريف الـ H index بس مش مفتوحة، بناء على H index اللي هو 5 سنين السابقة. فأنا بقول لما أنا بقول الـ H5 index للمجلة يساوي 6، معناته هذا كلام إيش معناته؟ معناته أنه هي في 5 سنين السابقة نشرت على الأقل، في 5 سنين السابقة نشرت على الأقل 6 أبحاث، كل واحد منهم تم عمل citation له 6 مرات. وكتش هذا الكلام في 5 سنين السابقة، يعني حصرته الـ جوجل سكولار في 5 سنين السابقة. طيب الآن هي قالت لك هنا 112، إيش معناته هذا الكلام؟ معناته هذه المجلة في 5 سنين السابقة، 5 سنين السابقة من تاريخ اليوم وارجع 5 سنين، نشرت على الأقل، ها خد بالك، نشرت على الأقل 112 scientific article، كل واحد من 112 هذا تم عمل citation له 112 مرة على الأقل، 112 مرة على الأقل. وبالتالي انت لما تيجي تفكر فيها بتلاقيه انه طبعا هذا رقم عالي جدا ورقم محترم جدا، وهذا معناته المجلة هذه مجلة كل الباحثين بتوجهوا إلها ومحل ثقة ومحترمة والأمور ماشية معها كويس. معناته هنا في 5 سنين السابقة هذه المجلة البيوماتيريالز نشرت على الأقل. طب هتقولي طب هي نشرت 112؟ لا، هي ما نشرتش 112، هي ممكن نشرت 500، هي ممكن نشرت 600، لكن احنا بنقول على الأقل 112. ال 112 كلهم، كل واحد منهم أخذ citation على الأقل 112 مرة. طيب ممتاز. الآن هذا الكلام، هذا الكلام في نقطة مهمة هو موضحهاش، ايش يعني؟ طب هتقولي طب هو ممكن مدام على الأقل 112 ممكن في بيبر منهم تم عمل citations إلها 500 مرة، حيبين هنا؟ لا مش حيبين هنا، حيتعامل معاه هي وال112 واحد، ال500 وال112 واحد. طب بتقول طب هو وصل له 500 citations، هذا ظلم إله؟ بنقول لك مظبوط، هو هذا ظلم إله مظبوط، لكن مين اللي بيبين هذا الكلام؟ الـ H5 medium. ليش؟ قال لك الـ H5 medium الـ 149، احنا عارفين الـ medium اللي هو الرقم اللي بيقعد في منتصف القراءات اللي على اليمين وعلى الشمال، بيكون عدد القراءات المتساوي في العدد في النص اللي هو تعريف الـ medium. فلما بيكون الـ medium هذا عالي كتير معناته في بيبرز من ال 112 ما صار لهاش 6 اللي انحطت هنا، صار لها 100 او 150 او 200 او 300. طب كيف عرفت انه اللي صار لها 100 و200 و300؟ من الميديان. فالميديان هنا ببين اللي تخبى هنا. فال 149 بقول لي لا، في معناته من ال 112 اللي هم سايتيشنز اكتر من ال 112. طب ايش دليلك على ذلك؟ دليل على ذلك انه الميديان 149، وبالتالي الرقم هذا قعد في نص القراءات، ما قعدش في نص المية واثناش اللي هي 50 و6 56، لا أنا قعد 149. معناته بهذا الكلام دليل على انه في citation صارت لل 112 article في 5 سنين اعلى بكتير من 112، وهذا اللي دل على ذلك اللي هو رقم 149. لو كان انا عندي ال 100 وال H5 median 112 كان قلنا
كل واحد منهم صار 112، وبالتالي 112 كل واحد فيه 112 يبقى القتل 149، هذولا بده يكونوا هو الرقم اللي بيقعد في نص ال 112 القراءات. وبالتالي هنا لا، ما دام الرقم زاد معناته في ابحاث من ال 112 فعلا اكثر من 112 مره، لكن وفق التعريف الاتش اندكس بيقول على الاقل 112 مره. طيب اطلع معايا هنا هتلاقي مثلا هذه المجله بايو فابريكيشن، البايو فابريكيشن هنا 54. طيب الان 54 معناته في الخمس سنين السابقه، في الخمس سنين السابقه تم نشر على الاقل، ممكن يكون اكثر، على الاقل 54 مره، بس ال 54 البيبرز هذول كل واحد فيهم تم عمل سيتيشن له قديش؟ 54 مره. طيب هتيجي تقول لي طيب هم ال 54 كل واحد 54 مره، يعني في واحد منهم 55 او 60؟ بقول لك بالتاكيد في منهم يكون 100. طب ايش عرفك؟ الاتش ميديان عالي اعلى من 54، وبالتالي الاتش ميديان قال بيقول لي انه فعلا في عندك من ال 54 اكثر من 54 مره، لكن احنا نزلنا اللي حطينا 54 على اساس انه حصرنا 54 بيبر كل واحد فيهم على الاقل 54 مره، وبالتالي في منهم يكون 100 او 200. طب مين اللي بيبين هذا؟ الميديان. فالعوار اللي في الاتش 5 اندكس اللي هنا اللي بيبينش مين من البيبرز فالح ومين اخذ سيتيشنز، هذا بيبين انه في عندك بيبرز اعلى من 54، روح فتش عليه. في عندي مثلا هنا طبعا كل ما نزلنا كل ما كان اقل العدد، ليش؟ لانه فعلا هذا الترتيب تنازلي. طيب هذا بينت معنا ايش انا اتش 5 اندكس واتش 5 ميديان. الان انا قلت خلاص انا والله بدي اخذ التوب، انا بدي حاجه احسن شيء، بيقول لك ماشي فيش مشكلة، هاي خود انسخ اسم المجلة بايو ماتيريالز. بنرجع بعد ما بنكون حددنا، بنرجع للمنيو تبع جوجل سكولار وبنروح لأدفانس سيرش. الأدفانس سيرش هنا بيقول لي طبعا احنا بندور على دياريال ديزيزز ان تشيلدرن، وطبعا احنا عارفين حكينا شرحنا الآن كل الأمور هذه. الآن هنا ايش بيقول لي هنا؟ ريتين ارتكلز ببلشت ان، انا بدي يجيب لي الابحاث العلميه اللي تم نشرها وين؟ في البايوفورماتكس اللي انا اخترتها من ضمن ايش؟ من ضمن افضل 20 مجله دوليه في التحاليل الطبيه. فانا الان حددت له ايش هو المجله او ايش المجله او اي مجله اللي انا بدي اياها. انا اخترت البايوماتيريال، فاقوم انا ايه بقول له ابحث. فلاحظ من 155,000 كانت صارت 44 ريزلتس. مين هذول؟ هدول بتتكلم عن الدياريال ديزيز ان تشيلدرن بس اللي تم نشرها في البايوماتيريالز. هيو في البايوماتيريالز حاطين لنا نقطتين بايوماتيريالز، فال 44 ريزلتس كله هذا بايوماتيريالز. هيو بايوماتيريالز 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 كله في طبعا انت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن افضل ابحاث، هي ده معناته افضل ابحاث في امراض الاسهال عند الاطفال في افضل المجلات العلميه. طيب كذا هنا مثلا 88 مره وهكذا. طبعا احنا مش هتقول لي طيب مدام هو ليش ما في شيء مش كتير عالي؟ احنا بنقول انه ممكن الان هذا مثلا احنا خلينا نيجي لهذا اللي هو نانو ماتيريالز فور ثيرونسوتكس اوف اوبيسيتي. الان هذا اللي في 2012 في البايو ماتيريال 2019 ممكن ما يكونش دخل من ضمن الاتش 5 اندكس، لكن هو بيجيب لك الكل، فمش بالضرورة انه هذا دخل من ضمن الاش الاتش 5 اندكس، وبالتالي انت هنا لازم تكون فاهم. لكن انت دخلت المجلة اللي حصلت على افضل اندكس في الاتش اندكس في الخمس سنين السابقة. هذا يعني بالنسبة للي هو اللي الان انت في عندك مثلا هنا مثلا في 2013 حصلت على سايتد باي 60. هيو نازل هنا، هيو نازل هنا، وما فيش عندك مشكلة. هذا كله الابحاث اللي تم نشرها بهذا الخصوص. طبعا انت ممكن تضيق في هنا زي ما شرحنا لك في المرات السابقه وهكذا. لو فتشت هتلاقي انه انت عندك يعني سيتيشنز متعدده ومختلفه. هذا بما يخص اللي هو المتريكس وكيف ان بيتم قياس المتريكس من هنا. الان احنا لو رجعنا للمتريكس اللي احنا قلنا انه هيلث اند ميديكال ساينسز سب كاتيجوريز اللي هو
بايو ميديكال تكنولوجي، ولقينا انت ممكن تيجي تفتح هنا على المجلة وحيطلع معاك الابحاث اللي اخذت السيتيشنز العالي. اطلع معايا هنا هتلاقي انه هذا البحث، شايف البحث هذا اخذ سيتيشنز 685، احنا قلنا على الاقل 112، فدخل من ضمن مين؟ من ضمن الـ H5 Index. في سنة قديش؟ في سنة لعند سنة 2016، لعند سنة 2016، لأن أنت بتحكي في الخمس سنين 16 و17 و18 و19 و20، هاي خمس سنين، ف 2016 دخل في الموضوع. فالآن هذا البيبر حصل على 685. هتقول لي طيب ما هذا انظلم، هذا الحط زيه أخذ رقم زي اللي حدا اللي أخذ 112 سيتيشن، يقول لك مظبوط، لكن مين اللي بيبين إنه في بيبرز إلها سيتيشنز عالي؟ ال H5 ميديان زي ما حكينا. طيب لو جيت طلعت على هذا البيبر هتلاقيه إيش؟ ريفيو بيبر. وإحنا قلنا إنه ريفيو بيبرز هي أعلى نوعية من الساينتيفيك أرتيكلز اللي بتاخد سيتيشنز، أعلى نوعية. ليش؟ لأنه الريفيو أرتيكلز هذه الأرتيكلز اللي هي الباحثين بيدوروا عليه عشان يفهموا موضوع معين، وقلنا إحنا إنه في بعض المجلات بتكتر من الريفيو أرتيكلز عشان تحصل على سيتيشنز عالية. فلاحظ إنه هذا ماخد 605، طبعا سيتيشنز عالي جدا هنا، وهذا ريفيو ارتكل. طيب الان الثاني هنا مثلا ماخذ 670، طبعا ارقام عاليه هنا. الثالث 501 وهكذا. فانت عندك اللي هو طبعا لو بدك تعد هذول المفروض يطلعوا قديش؟ المفروض يطلعوا 112، لانه انت بتحكي عن 112 بالنسبه لل الارتكلز اللي هو بناء عليها عمل سيتيشنز إلها. وبالتالي انت ممكن انك انت يعني مثلا يجي للبحث اللي هنا مثلا ونختاره، هيفتح معاك هنا، وهذا هيو بحث كامل. وطبعا هذه ابحاث محترمة وابحاث يعني ممكن انك انت يعني تستفيد منها بشكل كبير جدا، وهي داونلودبل يعني بامكانك تنزله PDF، فيش اي مشاكل. لاحظ انه كم عالم مشترك في البحث، طلع الابحاث هذه من اساميهم بين عليهم ناس صينيين وفي ناس منهم مسلمين، اي مثلا هذا البحث، فطلع العدد كبير جدا من الباحثين اللي مشتركين في هذا البحث. لو رجعنا مثلا هنا على البحث الاولاني اللي ماخذ 685 ورحنا فتحنا عليه، بنلاحظ هنا مثلا هذا البحث محصلين عليه. انت تقدر طبعا تاخذ مثلا هذا العالم، تقدر انت تعمل كليك وتعرف عنه مين هو، هذا اللي بسموه الافليشن، مين هو هذا العالم، وين بيشتغل. فهذا مثلا الزلمة هذا اسمه زياجيان وانغ، هذا الزلمة بيشتغل في السنتر فور انوفيتيف ستراكشر اند ماتيريالز سكول اوف انجينيرينج في كلية الهندسة وفي استراليا، فيكتوريا في استراليا. الزلمة هذا شغال، البحث تبعه حاصل على اعلى سيتيشنز. هاي كمان هنا قال لك مور دوكيومنتس من نفس الراجل، في بعض الدوكيومنتس وهي مور ديتيلز. اذا بدك تدور على، اذا انت معني في هذا الرجل، معني فيه، بتقدر انك انت تدور عليه وتشوف ابحاث اللي اشتغلها. الصحيح يعني بيجيب لك حاجات، مثلا هنا ميلان براند تقدر تعمل عليه كليك وبيبين لك ميلان هذا برضه بيشتغل في استراليا، يبدو انه هذا البحث بحث استرالي وهكذا. يعني لو رجعنا مثلا للقائمه ثاني، اجينا مثلا هذا البحث، نفس الشيء هذول الباحثين. فممكن ان انت مثلا كارا أليس بيلر، هذا الباحث، هذا من وين؟ هذا من امريكا، وهكذا يعني نفس التفاصيل انت بتستطيع. وهذا الايميل تبعه، لو انت محتاج اي معلومة تقدر تتواصل معه
وبتقدر انك انت يعني تتبعه تعمله فولوينج وتشوف ايش الاشياء اللي هم شغالين عليها. اذا هذا بالنسبه للمتريكس، وهذه عينه من مثلا الابحاث اللي هي موجوده محض حصل على سيتيشنز عالي. وزي ما حكينا اي واحد فيهم انت بتختاره بتقدر انك انت تتبعه وتشوف ايش هو ناشر، وتقدر تبعت له رسائل، تقدر تعمل له تتبع وتصير فولورز له يعني. والجميل في الموضوع انه زي ما انت شايف انه الكومبليت ارت او فول ارتكل عمال هي مطلعين لك اياه، والامور ما فيش فيها ادنى مشكله والامور كويسه. طيب نرجع للباقي الشرائح عشان نخلص من جوجل سكولار. بقول لي فور ناو جوجل سكولار هاز اونلي فولوينج بابليكيشن تايب. طبعا هو بينشر الجيرنال ارتكلز والبوكس والبوك شابترز والبوك ريفيو والكونفرنسز، هذه الاشياء اللي هو بينتجها. وحكينا انه هذه المواقع في بدائل عن جوجل سكولار لمن اراد. في عندك مايكروسوفت اكاديميا او اكاديميك، وفي سيمانتيك سكولار، هذول من ضمن اكاديميك ريسيرش انجن. وتستطيع ان انت يعني تكونش يعني بس متقيد بس جوجل سكولار، في بدائل، لكن جوجل سكولار هو الحاصل على المرتبه الاولى من ضمن الريسيرش انجنز. عشان هيك يعني الغالبيه الناس يعني بتروح نحو جوجل سكولار للحصول على ما يحتاجونه من ابحاث علميه حديثه ومحكمه بشكل ممتاز جدا. هذا بالنسبه للجوجل سكولار. نكون كده انتهينا من موضوع جوجل سكولار، ان شاء الله نستكمل في محاضرات قادمه مواضيع اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.